كان قلق الاول، بس الحمد لله ربنا طمنا وقالوا لنا الامتحان سهل وجميل غير متوقع خالص. اللي انت كنت خايفه منه قبل النحو؟ كله كان خايف من النحو والبلاغه. بالنسبه لعيالي عندي توأم، عندي واحده ادبي وواحده علمي، واحده علمي رياضه وواحده ادبي. نصايح ان هم يعني على قد ما يقدروا يذاكروا عشان يحتفظوا باكبر كميه درجه اللي هم ياخدوها، على اساس تعبهم كله بيتصب على السنه دي مش اكتر من كده. اقول لها سمي بالله واجري قران قبل ما تاخدي الورقه، اول ما تمسكي الورقه سمي بالله واجري قران عشان ربنا يسهل لك كده ويفتح لك الباب المتقفل. والله يذاكر كويس وينتبه وكده وما يبصش لحد جنبه كده ولا يسمع كلام اي حد، ويخليه في ورقته ويبقى كويس ان شاء الله وربنا يسهل له يعني. اه طبعا بيبقى متوتر، بس انا بنوفر لهم كل وسائل الراحه، فكل هدوء ومفيش تلفزيون مفيش اي حاجه وربنا يسهل لهم ان شاء الله يعني. ما تقلقش، يبقى عندها ثقه بنفسها، ما تسمعش كلام اي بنت في اي حاجه تقولها او تراجع معاها. بعد ما تخلص الامتحان ما تراجعش، احب انها ما تراجعش، لا تركز في الماده اللي بعديها. دي بداتها بصراحه يعني من اول ما طلعت سنه ثالثه، ايه قلق وعارف الرهبه والدروس، انت عارف وانت عارف لسه قدامنا كتير قوي عبال ما التعليم ياخد مجاله. لكن بصراحه انا متنبئ بوزير التعليم العالي او التعليم الاساسي بصراحه طارق شوقي، عامل شغل جامد جدا انا بشكره عليه، بادئ من الكيجي. بامل ان مصر في الفتره الجايه تبقى احسن من كده بكتير. شكرا جدا. شكرا.